اعملوا لي قهوة. يا عبد الشافي هات قهوة على ريحة الأدهم بيه. استني خليهم اتنين يا عم عبد الشافي، واحدة على الريحة واحدة زيادة في اللي خلاص هو سمع. بقول لك ايه، هو الباشا راجع يشرب قهوة من البوفيه؟ مش كان بيعمل في الكافي ماشين والمجات بتاعته؟ بس دي سبع قهوة يشربها النهاردة، ده كده خطر عليه. ايوه عاوز يفوق، بقاله كام شهر ما نامش يا حبة عيني. هو اللي انت شايفاه جوه ده كان بيشرب قهوة ولا شاي حتى؟ ده كان بيستغفر ربنا لما بيشرب حلبة بحليب. هلا فوزي عندك؟ ايوه يا فندم. ابعته لي بسرعة. ربنا يستر ربنا يستر. ربنا يهديك يا ادهم يا ابن امك على الزبدين. بقول لك ايه، ابعت لي القهوه بتاعتي جوه عند الباشا عشان عندنا اجتماع مغلق. ادخلك القهوه جوه عند ادهم بيه؟ وانت يعني هتدخلك كريملين يا بنت؟ هو انت فاكراني موظف عادي؟ ده جوز اختي، جوز اختي وبعدين صاحبي صاحبي. صباح الفل يا باشا. ايه الف لا باس عليك. صداح فظيع، واخد 3 بنادول لغايه دلوقتي. يا باشا ما انت مش راح بنفسك، المشوار صعب من مصر لاسكندريه والعكس. تروح ترتاح شويه يا باشا، هو يعني الشغل مقطع بعضه. ارتاح؟ هو اللي اشتغل معاك وشوف الراحه ولو دقيقه واحده. هو حصل ايه بس يا سعاده الباشا؟ هقول لك يا اخويا حصل ايه. قول لي تعرف ايه عن الكمبيوتر الجديد اللي نزل السوق واعلاناته ماليه الدنيا؟ بصراحه انا اول مره اسمع عنه من سعادتك. امال بتعمل ايه سعادتك انت في العلاقات العامه والاعلانات لما شركه تعمل اعلانات بستة مليون جنيه دفعه واحده يبقى حجمها ايه؟ 6 مليون جنيه ده حجمها كبير قوي ما شاء الله. يا سلام، وعرفتها لوحدك؟ شاطر انت، بس تقعد في الشركه تغازل دي وتغازل دي وتشرب شاي وقهوه. شاي وقهوه يا باشا؟ انا ما عنديش وقت اهرش وما اشرب شاي وقهوه. لا يا دمبي، قهوتك يا استاذ فوزي. قهوه ايه يا عم انت؟ انا طلبت قهوه ولا بشرب قهوه من اصله؟ شيل يا عم، اتكل على الله اتكل على الله. كمان جايبها من غير وش، انت هو اسود. امسك فوزي، انا عاوز كل المعلومات الممكنه عن الشركه الجديده اللي بتعمل الاعلانات دي. الفايل بتاعهم يكون على مكتبي بعد ساعتين بالكتير. ساعتين يا فندم ساعتين. الو، هاي رول، معقول لسه نايم لغايه دلوقتي؟ الساعه بقت 1:30. طب يلا يا حبيبتي فوقي كده واشرب القهوه بتاعتك وانا جاي على طول. مسافه السكه يعني 1:30 بالكتير هكون عندك. هو انت يعني اللي كنت سهران لوحدك؟ ما انا سهران معاك لغايه الفجر. يلا قولي للطباخين يعملوا لنا غدا، هنتغدى سوا. اوكي يا حبيبتي، لا ما تخافيش مش هزود عن 150. يلا باي. الو بابا، وحشتني يا بابا. انت مش بتيجي ليه؟ تعالى بقى، انا مش هاكل غير لما تيجي عشان نغني سوا. وحشتيني يا نوجة. وزي اخواتك؟ والله مشغول قوي يا حبيبتي. يوم الجمعه باذن الله هاخدكم كلكم ونتفسح فسحه كبيره هتعجبك قوي. ما تعمليش كده يا نوجة، برضو نوجة حبيبت باباها بتعيط. لا يا حبيبتي والله بحبك اكتر من الاول كمان، بس بابا مشغول. معلش يا حبيبتي، يلا يلا باي. يعني لما شركة تعمل دعاية بستة مليون جنيه في شهر واحد يبقى حجمها قد ايه؟ تبقى شركة كبيرة طبعا، احنا دعايتنا ما بتتعديش 3 مليون جنيه. والله انا ما كنتش عارف. طب ولما انت عارف المعلومات دي ما بلغتنيش بيها ليه يا بنت؟ دي الشركه دي نازله عشان تقضي علينا في السوق. حاضر يا استاذ فوزي، ما انت ما طلبتش مني. وهو انا لازم اطلب منك؟ ما نشتغلش من نفسنا ابدا؟ ايه البرود ده يا ربي؟ يا عم عبد الشافي، انت يا عم عبد الشافي فين يا عم القهوه اللي انا طلبتها منك؟ مش قلت لي رجعها يا استاذ فوزي؟ انا قلت لك رجعها عشان من غير وش. روح اعمل لي قهوه ثانيه. انت لسه واقف؟ اتفضل اتحرك، خلاص اتدلعنا كتير. فوزي باشا،
انا مسافر مصر، الفايل اللي طلبته يكون على مكتب الصبح بدري. يا باشا ده بعد ساعتين هيبقى جاهز، هيبيت على مكتب سعادتك على طول. طيب اجري يا اخويا اجري، انا عارف الرادار تايه عنك فين. معلش يا فرغالي تعبناك معانا. ونتيجة يا باشمهندسة، ده كفاية الواحد يشوف ست كمل زيك يا أستاذة. طب اقعد خد نفس جوز بليز. اوكي مدى. لا مؤاخذة يا ست الكل، في سؤال كده كنت عايز أسأله لك. اسأل يا فرغالي. سيادتك كنت بتيجي تنوريني في المحل وبعدين قطعت خالص، السوق كله بيسأل عليكي، هو حصل حاجة؟ لا ما حصلش حاجة، ما أنا قلت لك قبل كده إني مشغولة شوية اليومين دول. بس اوعى تفتكر ان حد تاني بيطبخ لي، الا دي بناتي لا يمكن ياكلوا من ايد حد غيري. اما انا بقول كده برضه، سيادتك مش بتاع الدليفري ولا التيكاوي ولا الهجس ده كله. الست مهما كانت مشغوله لازم تلاقي وقت عشان تطبخ لبيتها واولادها. ما تفكرنيش يا باشمهندسها، والله انا بحب اجي لسيادتك عشان اتفك شويه، ما كنتش طايق اقعد في المحل ولا ثانيه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ نعيمه سابت البيت. سابت البيت؟ ازاي؟ أجرت شقة في عمارة بأسانسير وعايزاني أروح أعيش معاها في شقتها وأسيب شقتي وأسيب كار الفراخ على آخر الزمن. الست عاوزة تتحكم فيا، يرضيك أنت؟ لا طبعا ما يرضنيش، التحكم من أي طرف من الطرفين مش صح. ينفع كده أنا أعيش في بيت وهي تعيش في بيت؟ هو ده اسمه جواز؟ شوف يا فرغالي، أنت محتاج وقفة مع نفسك ومعاها، محتاج ريفيجن. ايه؟ حصة مراجعة. محتاج تعرف ايه اللي وصلها لكده. يمكن هي طموحة زيادة عن اللزوم، يمكن انت قنوع زيادة عن اللزوم، يمكن هي طبعها كده، يمكن انت اللي عودتها على كده. عشان تاخد قرار لازم تجاوب على كل الأسئلة دي. امسك ورقة وقلم او هات سبورة واكتب. ليه مراتي سابتني وراحت تعيش لوحدها؟ بس انا ما بعرفش اكتب. اتعلم وابتدي بانك تكتب الجملة دي او حتى ترسمها. انا ما بعرفش اكتب. انا ما بعرفش اكتب، واحتمال ده يكون اول سبب خلى نعيمة سابتك. الست زينات بدأت تشتغلي. ليه حصل حاجة؟ بنت صغيرة انا جات بتكلمني في التليفون بتعيط، بابي انا مش هاكل لما تيجي. حركات بقى. ما تبقاش نيتك وحشة، مين قالك ان زينات هي اللي خلتها تكلمك؟ يعني البنت الصغيرة هتكلمني من نفسها كده؟ ادهم انت بقالك قد ايه ما شفتش البنات؟ حوالي اسبوعين. يا ده انت قلبك جامد قوي. كنت اعمل ايه يعني؟ ما انا كنت مشغول باللي احنا فيه، بس ان شاء الله يوم الجمعة انا هكلمهم يقضوا اليوم معانا، ايه رأيك؟ يا ريت. دول البنات على اسمك. الو، هاي يا حبيبتي. معلش يا حبيبتي والله كنت مشغول اليومين اللي فاتوا دول قوي. انت كمان وحشتيني جدا. طب اديهاني. يا روحي. وانت كمان يا حبيبتي وحشتيني. بقول لك ايه، جهزوا نفسكم يوم الجمعة اللي جاي هنقضي كله مع بعض. معقول يا حبيبتي حد برضو يقول كده؟ ازاي بابا ينساكم؟ بابا يوم الخميس عندنا حفلة مجلس آباء في المدرسة وعاوزين حضرتك تحضرها، كل زمايلنا جايبين أبهاتهم. أنا برسم في مسرحية زي تنترولا وأحسن كمان. والله ماشي يا نوجة. ايوه يا ايات. يا بابا ده بناتك التلاتة مشتركين في الحفلة، يعني اسم حضرتك هيتقال في الميكروفون تلات مرات. ايات ادهم عز الدين، حياة ادهم عز الدين، نجاة ادهم عز الدين. وحياة ماما اللي انت جاي. هشوف ظروفي، بس بالنسبة ليوم الجمعة احنا مع بعض. طب عشان خاطرنا. هي الحفلة الساعة كام يوم الخميس؟ 11 صباحا؟ لا طبعا هاجي علشان خاطركم. قوليلي هي ماما فين؟ جنبك؟ ها؟ وما راحت فين؟ طيب طيب اوكي، مع السلامة حبيبتي. يعني ظلمتها، اهو البنات بيكلموك من نفسهم.
بس بصراحة زينات دي بقى ما بقتش فاهم لها. تعرف انها شالت الحسن؟ حسنة ايه؟ كان عندها حسنة كبيرة كده جنب مناخيرها، رحت لقيتها شايلها، كان شكلها عجيب جدا جدا جدا. اصل واضح انها ناوية تمثل وتنزلك بقى وتضيعك. تعرفي لو زينات دي مثلت انا ارشحها تعمل ادوار كوميدي زي لوريل وهاردي. اصلا انت ما تصورهاش يعني كلامزي جدا، اي حاجه توقعها تبقى ماشيه في امان، لو فجاه تمد ايدها حاجه تلاقيها كلها على الارض. بنبقى انا والعيال حاسين ان احنا عايشين في بيت قايل للسقوط، طول ما هي ماشيه ورايحه وجايه انا والبنات نصرخ حسبي 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 حسبي، ويقول معلش معلش معلش. وبتحشر نفسها في كل حاجه، بتعمل كل حاجه في البيت، كهرباء سباكه نجاره دهانات وكوارث بقى بعيد عنك. لا يبقى كده كانت بتوفر لك يعني. لا هي مش مساله توفير، هي مساله مبدا، هي تحب تعمل كل حاجه بنفسها. في يوم النور اتقطع قلت لها كلمي كهربائي يا زينات يجي يصلح النور، قالت لي نعم، وكاني قلت مصيبه، ازاي كهربائي وانا موجوده؟ هات انت بس السلم واسندهولي وانا اطلع اصلح الكهرباء. جبت السلم يا دوب طلعت 3 درجات وقعت هي والسلم عليا. واحده واثقه انها هتقع وما بيهمهاش، في الاخر معلش معلش. لا صلحها بالنهي كده شويه فوق. ايوه وصلنا. ايوه كده كويسه قوي. الله ينور عليك. وعليك يا باشمهندس. ايه العظمه دي يا باشمهندس؟ عشان تليق بسياده المدير عبد الحميد بيه المنصوري صاحب الشركه. اهو انت المديره، انا نائب المدير، دي فلوسك كلها يا بنتي. لا الكلام ده ما ينفعش خالص. من هنا ورايح انا معتمده على الله وعليك. انا عندي مذاكره كتير. الا البنات عاملين ايه بالمذاكره دلوقتي؟ ما هم مش البنات بس هم اللي بيذاكروا، في 4 عندنا بيذاكروا. 4؟ انا لغايه دلوقتي عامله 5 كورسات كمبيوتر ولسه في اول الطريق. ربنا يوفقك يا بنتي. اهلا يا باشمهندسه. اهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله اهي ماشي. اتفضلي اتفضلي. المركز كله مالوش سيره غيرك، ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه عملت ايه؟ خلصت الكورسات التمهيدي في وقت قياسي جدا، لازم تدخلي موسوعه جينيس. لا ده انا كمان مشغوله بمذاكره البنات، ان شاء الله لما يخلصوا امتحانات واتفرغ للمذاكره هتشوف انا هعمل ايه. ايه تتفرغي؟ انتوا كل ده ومش متفرغه؟ لا لا ده هنروح نقعد في بيتنا احسن بقى. شوف يا باشمهندس، اديسون العالم المشهور قال كلمه وانا بعمل بيها. قال ايه بقى؟ قال ان اي انجاز علمي كبير بيتطلب بذل مجهود 95% و5% موهبة. أنا بقى بعمل 95% اللي عليا. اتفضلي. السي دي ده هدية مني. إيه ده فيه إيه؟ ده ملخص وافي للكورس اللي جاي. أنا متشكرة، متشكرة قوي يا باشمهندس. لو احتجتي أي حاجة أو شرح أي جزء كلميني فورا. أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه. أنا عاجز عن الشكر. ماشي. ماما في حتة في الساينس مش فاهمين. ثانية واحدة. وريني آيات. الله الدرس ده انتوا لسه ما وصلتلوش. انا عارفه بس انا عايزه اتبقى المدرسه. انت كمان؟ اصل انا بكره مش عارفه اذاكر عشان حفله مجلس الاباء ويوم الجمعه خارجين مع بابا. هو كلمكم؟ لا احنا اللي كلمناه. وقلت له ايه؟ قلنا له يجي يحضر الحفله زي ما كل زمايلنا جايبين ابهاته. ووافق؟ ماما هيفزحني يوم الجمعة كله. طب كويس. طب يلا خشوا ناموا بقى عشان الساعة بقت 10 عشان تبقوا حلوين في الحفلة بكرة. ما تنسيش تاخدي الكاميرا بكرة عشان تصوري الحفلة. ليه يا ماما؟ هو حضرتك مش جاية؟ يعني ملوش لازمة بقى ما دام بابا جاي، وبعدين دي حفلة مجلس الآباء. لا لازم تيجي، احنا عاوزينكم انتوا الاتنين مع بعض. هو احنا كل ما نقول لواحد حاجة التاني يهرب؟
نهرب من ايه بس؟ ما انا معاكوا على طول اهو. يمكن بابا عايز يقعد معاكوا لوحدكوا يقول لكوا حاجه. ما احنا هنخرج معاه لوحدنا يوم الجمعه. احنا غلطانين اللي قلنا لحضرتك، ما كنت هتيجي وتلاقيه هناك مفاجاه. هي دي اللحظه اللي انا بخاف منها طول عمري، هي دي اللحظه اللي انا بحس فيها اني تايهه ضايعه وحيده. انا لازم اخد قرار. فين ارادتي؟ فين كياني؟ انا لازم اخد قرار مهما كانت النتائج. هنا بقى دكتور قلبت الشخصيه، كودي تياتر ما حصلش، الجمهور هتحصل له صدمه. شوك شوك. انا جاي اقول مبروك جيجي. الرولا يا حياتي. احلى روايه في البلد كلها ان شاء الله. يا سلام، هي دي روح الزماله الفنيه الصح. تعالي لما اعرفك يا جيجي. الدكتور ادهم عز الدين جوزي. اهلا وسهلا. طبعا اهلا وسهلا، بس انا زعلانه ان انتم ما عزمتونيش على الفرح. احنا ما عملناش فرح، احنا عملنا فوتو مونتاج، حاجه اوام كده كده. ليه؟ انا مصره ان انا احتفل بيكم النهارده، بس انا مش عايزه اعطلكم، انا هقعد هنا. يلا كملوا بروفا انتوا. متهيألي كفايه كده النهارده، انا تعبت، نكمل بكره. اوكي، فرش بروفا النهارده يا جماعه. انا جيت عطلتكم ولا ايه؟ لا لا يا حبيبتي، احنا كده كده كنا هنخلص بدري. اصل صاحبك مستقل عليا كل يوم 10 ساعات بروفا، مش لاقيه وقت اتنفس. بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. خلاص انتوا معايا النهارده، نخرج نتعشى بره. يلا عشان خاطر الدكتور دي اول مره اشوف. بس ايه ده؟ ده اصغر من الصور بكتير. انا كنت فاكراك اكبر من كده. هو صغير طبعا، انما اسمه كبير. ها قرروا هنتعشى فين؟ شكل بشرب مي. لا ما ينفعش، لازم تاخد حاجه. يبقى عصير برتقال. واحد برتقال من فضلك. تعرف يا ادهم بيه، انا كان عندي فكره ان العلماء والعباقره دول ناس على طول متبشرين ومبوزين ونحشين شعرهم، لكن انت غيرت القاعده دي عندي، او بالمعنى الاصح كسرتها. تعرف انك امور قوي وتنفع في التمثيل. رولا صدقيني يا حياتي، انا كنت بس بهرج معاه، ما اقصدش حاجه خالص ابدا. هزري يا حبيبتي، انا وادهم ما حدش يقدر يدخل بينا ابدا. هيدخل بينكم ازاي بقى وانت لازقه له على طول؟ تحب تتعشى ايه النهارده يا دكتور؟ النهارده العشاء على شرفك. اي حاجه. لا جرى يا ست جيجي، نحن هنا، ما تنسيش ان احنا اللي بنوزع الادوار برضو. جرى ايه يا عموره؟ هو انا اول مره اعزمك ولا لسه هعرف انت هتاكل ايه؟ اي حاجه اي حاجه، احنا نفوت في الحديد. خليه عشا خفيف، شويه جمبري على استاكوزا كده بالخلطه. بصحتكم بصحتكم. لقاء لذلك ممتع نستمتع بما سويا مع نحن الشبابيه والمطرب الفنان ايمن ماهر. أكبر تحية لأحلى صحبة، تحية كبيرة لكل الحاضرين، تحية غالية لنجمة السينما والمسرح الفنانة رولا، تحية كبيرة. وتحية غالية للنجمة اللي منورانا النهاردة، النجمة الفنانة جيجي فخري. وطبعا تحية غالية للمخرج الفنان عمرو الشنديد. وغايب عندنا طبعا المنتج الكبير الاستاذ رشاد، بنشغله باعمال كتيره. وتحيه غاليه لدكتور ادم عزام. ادم عز الدين.
كلنا على السقف أولى. السادة الحضور، أعضاء مجلس الآباء، أولياء الأمور، بناتي وأبنائي، يسعدني أن أقدم لكم الحفل السنوي الذي تقيم المدرسة لمد الجسور بين المدرسة وبين البيت، وأقدم لكم أيضاً بناتي وأبنائي المتفوقين والموهوبين في جميع المجالات. والآن نبدأ الفقرات الفنية. يعني لو بابا ولا ماما يجوا انا مش هطلع المسرح ومش هلق القصيده. انا كاتبه هل انا هروح اكلمه وانا هكلم ماما. ممكن نتكلم في التليفون؟ انتوا مش على المسرح ليه؟ عايزين نكلم بابا. فين نيمه؟ اتفضل. الموبايل مقفول. ايه ده يا بنات؟ انتوا لسه هنا؟ اتفضلوا فوق على المسرح، بدا تقديم المتفوقين والاسماء هتتنادي. يلا يلا بسرعه. تفوق في العلوم الطالبه دينا محمد عبد التواب. جائزه التفوق في الرياضه الطالب صلاح الدين محمود. جائزة التفوق في الرياضيات الطالبة آيات أدم عز الدين. جائزة التفوق في الشعر الطالبة حياة أدم عز الدين. جائزة التفوق في الغناء الطالبة نجاة أدم عز الدين. جائزة التفوق حفلة البنات. اطفي النور يا ادهم. اطفي النور ايه بس؟ النهارده الخميس حفلة البنات، انا وعدتهم. انا بروفتي الساعة 6، خدني انا مشوية. زمانهم زعلانين مني. بس حضرتك قلتي لي ان انت مش جاية، ايه اللي خلاكي جيتي يا ماما؟ ما قدرتش ما اجيش. اشمعنى بابا قدر؟ يعني بابا له ظروف تانية ويمكن مشغول. مشغول عن بناته؟ بصرة شفته؟ ماما هو بابا قال لحضرتك انه مش جاي علشان كده جيتي؟ من غير ما يقول يا حبيبتي، انا كنت عارفه انه مش جاي. ودلوقتي بقى ناقص شهر على الامتحانات، نركز في المذاكره ونطلع من الاوائل زي ما احنا متعودين. ماشي. Tell the girl that I'm here. But they are not here. They are not here. Where is madame? In the office. F-
فين البنات يا زينات؟ راحوا رحلة مع المدرسة. رحلة مع المدرسة؟ أنا متفق معاهم إني أقضي معاهم النهاردة يوم الجمعة. ما هم قالوا إنك مش هتيجي. إزاي مش هاجي؟ إذا كنت أنا متفق معاهم بنفسي. ما أنت قلت لهم إنك جاي حفلة المدرسة. ده بقى اللي بتقولي البنات عني؟ بتقولهم إن أنا أب مش مهتم ببناته، دي الصورة اللي بتقولها لهم عني؟ دي الصورة اللي أنت مقدم نفسك بيها قدامهم. شوف يا زينات، بلاش الطريقة دي. أنا بناتي أهم حاجة في حياتي، وعمرك ما هتقدري تشوهي صورتي قدامهم. عشان كده بقالك تلات أسابيع ما شفتهمش. أنت مش هترتبي لي حياتي ولا مواعيدي، أنا أشوف بناتي وقت ما أنا عاوز. هما كمان بيجي عليهم وقت بيبقوا عايزين يشوفوك. لما البنات يرجعوا من الرحلة قول لهم يكلموني في التليفون. باي. باي باي حبايبي، مع السلامة. هارم عليك يا زينات، نادي الشغل ولا بلاش؟ هاي يا أمتي عبد الحميد. أهلاً هيتام، أهلاً يا رشا، أهلاً يا حبيبي، تفضل. حالاً حيبقوا مكان حالاً. اعتدال، ابعتي للغدا في المحل. مش هقدر أجي اعتدال، مش هقدر أسيب الزباين. الإشغال 200%. أيوة. عندك انت يا ولد، ايه اللي وداك الموقع ده؟ انت من اول يوم جيت هنا فيه وانا قلت لك ما تاخدش من الانترنت الا الحاجه المحترمه، المسخره والكلام الفارغ ده ما تهوبش ناحيته. انا لقيت نفسي بالسايت من غير ما اعرف يا عم عبد. من غير ما تعرف؟ انت فاكر انك انت بتكلم واحد ما اعرفش في الانترنت؟ الموقع ده فات عليا 100 مره. يعني مدلع نفسك يا عم عبد، ومنحرمنا احنا ليه؟ دلع نفسه يعني ايه يا متخلف؟ ده انا اكتشفت الموقع ده عشان الغيه خالص. امسك 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 فلوسك، ده كافيه محترم. اتفضل اتفضل. هتفضل يا بنات، اتفضل يا حبيبتي، اتفضل. كده انا فهمت الموقف صح. جايه عامله نفسها بتبارك لي على المسرحيه، وبعدين عزومه على العشاء، وبعدين اشتغل في الروايه، مش كده؟ شويه شويه تقول لكم اعمل دور رولا، ما هو ده اللي ناقص. تعمل دورك؟ قطع لسان اللي يقول كده. ودي تيجي ايه جيجي فتحي دي بالنسبه لك؟ انت النجمه بتاعتنا، انت الافيش، انت الشمعه المنوره. يا حيالله بتعمل دور الزوجة، الدور التاني اهو اهو يا ست الكل. مشهدين في الفصل الاول ومشهد في الفصل التالت. هو دور الزوجة مش انا اللي كنت هعمله في الاول؟ كان دلوقتي الدور صغر خالص. الرواية دلوقتي اتكتبت لك من الاول يا رولا. طب انا نفسي افهم البنت اللي كانت هتمثل دور الزوجة مشيتوها ليه؟ بنكبر في الافيش وكله لمصلحتك يا رولا. هو انا مش قفيش لوحدي؟ هي الناس بتيجي عشان جيجي فتحي دي. اولا هي مش محبوبه عند الناس، وبعدين الناس ما بتبصلهاش على انها ممثله. مش عايزه اقول اكتر من كده. تقوم تجيبوها عشان تعمل دور الزوجه الغلبانه المنكسره؟ لا يا مدام رولا، دي شغلتي انا، هخليها تعمل الدور بالشكل اللي انا شايفه. وانت ساكت ليه؟ ما بتقولش رايك ليه؟ انا العبد المامور، اللي تتفقوا عليه بعمله. يا ماما افهميني، التذكره دلوقتي بقت غاليه، والجمهور عايز يخش الرواية يلاقي فيها كل ممثلين البلد. امال الراجل الغلبان ده يلم فلوسه ازاي؟ افهميني بس يا رولا. طيب خلاص اعملوا اللي انتوا عاوزينه، بس بقول لكم من دلوقت الافيش عليه اسمي لوحدي، مفيش حد جنبي ولا فوق شمال ولا الحركات دي. رولا فيه، مفهوم؟ طبعا طبعا. ومفيش كلمة هتضاف للرواية، تعملها زي ما هي، مفهوم؟ ولا حرف هينضاف لها. اوكي. فيها ايه يعني لما جيجي فتحي دي تعمل الروايه؟ وفيها ايه؟ دي تعرف تعمل دور زي ده؟ مش في مخرج ومؤلف هما اللي بيختاروا الناس للادوار يعني؟ انا نجمه الروايه وكل ده انا اللي هشيله في الاخر على كتافي. ايوه بس متهيألي جيجي فتحي دي مش سيئه يعني. يا سلام، وانت شفتها فين ان شاء الله؟
إذا كانت أفلامي أنا ما شفتهاش، هي عجبك ولا إيه؟ لا لا، ما أنا قصدي يعني أحياناً كده بشوف، يعني عاوز أقولك إن وشها مألوف يعني. طب اسمع بقى، أنا مش عايزاك تعتب خالص المسرح، ممكن؟ لا لا لا، أنت بتغير عليا بقى؟ أنا غير من دي، دي كومبارس جنبي. الله الله الله، في إيه؟ مالك؟ أنت عصبية كده ليه يا رولا؟ أدهم أرجوك سيبني، أنا دايماً كده بتبقى عصبي تعبانة قبل افتتاح المسرحية. طيب يا ستي، أنا عندي اقتراح وجيه جداً، إيه رأيك تعمل لي بروفا كل يوم في البيت هنا قبل ما تروح المسرح؟ بروفا في البيت إزاي؟ يعني درس خصوصي، تقفي قدامي كده وتمثلي المسرحية من أولها لآخرها. إيه اللي بتقوله ده يا أدهم؟ وفيها إيه؟ تعالي بس، أنا همثل كل الأدوار اللي في المسرحية وأنت ترد عليا بدوري. هنا أدي المسرحية، شوف بقى يا ستي. الفصل الأول، أدخل نادية. كويس أوي، اعربي بقى البيت. السيف مبتدأ مرفوع بالضمة. ماما حليتها 100 مرة وبرده بتطلع غلط. طالع لجدك عبد الحميد، ليكي في الشعر والعربي، إنما الحساب لا طلعالي ولا طلع لأبوكي. تعالي، دي بسيطة جدا. يا ماما خليكي معايا، أنا امتحاني بكرة، هي امتحانها لسه يوم التلات. معلش يا حياة، هذاكر مع أختك النهاردة وبكرة هنبقى نذاكر مع بعض. لا يا ماما، أنا بكرة يومي، أنا سايبالك الإنجليش كله عشان تذاكرهولي. وأنا هذاكر إمتى بقى؟ هو حضرتك ليه بتذاكري يا ماما؟ وإنتي بتذاكري ليه؟ علشان أنا في أولى وعايزة أطلع تانية. وحياة عايزة تطلع تانية، وآيات نفسها تطلع ثانوي، وبعدين؟ وبعدين هما يتجوزوا. لا يا فالحة، يخشوا الجامعة. طب ما حضرتك خلصتي الجامعة من زمان قبل ما احنا نتولد. في العلم مفيش حاجة اسمها خلصت، كل يوم في جديد في العلم، عشان كده لازم نسير العلم ونحاول نعرف. يعني هنفضل طول عمرنا نتعلم؟ طبعا، حتى بعد ما تكبروا، حتى بعد ما تتجوزوا، اوعوا تبطلوا مذاكرة، اوعوا تنسوا العلم، ده الشيء الوحيد اللي الواحدة بتتسند عليه مهما حصل لها. برافو برافو برافو، هايل هايل، ممتاز ممتاز يا شمعة، هو ده هو ده اللي أنا عايزه بالظبط. يلا يا شمعة نشوفه تاني بقى، اتفضلي. أنا قلبي دليلي قال لي هتحبي، قلبي دليلي قال لي هتحبي. نجمة، أنا قلت من زمان إن دي نجمة. شفت بقى أستاذ، علشان أقول لك إن دي نجمة تصدقني. الله 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 يا أستاذة يا شمعة. مساء الخير يا جماعة. جرية جيجي، من أول بروفة كده نص ساعة تأخير. سوري يا عمري، معلش كان عندي تصوير، مرضيش سيبوني إلا لما أخلص، الشغل كله معتمد عليا، أعمل إيه؟ ما أنا بطلة المسلسل. هاي رولا. طب يلا يا جماعة كله يطلع على المسرح بسرعة، كله على المسرح بسرعة علشان نعشق الشغل في بعضه. يلا يا جيجي اجهزي بسرعة لو سمحتي. سوري يا أستاذ، أصلا أنا بطلة المسلسل. إيه اللي أنت عملتيه ده؟ مش ممكن. مش ممكن ليه؟ أنت إزاي وصلت للنتيجة دي؟ تعالي فهميني. لا أبدا، أنا قلت أختصر السكة خالص وعملت برنامج خاص بي، وبالبرنامج ده قدرت اوصل لكل اللي انا عايزاه بس بطريقه اسهل بكتير. زينات، انت صممت برنامج كمبيوتر ودي نتيجه هايله جدا، شركات الكمبيوتر لو عرفوا هيخطفوكي خطف. شركات ايه؟ لسه يا باشمهندس، انا لسه في بدايه الطريق، بس كنت عايز اسال حضرتك على حاجه، ازاي اوصل لشركات عالميه وراسلهم؟ انا عارفه ان في تعليم وامتحانات عن طريق الكمبيوتر نفسه، وبيدوا كمان شهادات معترف بيها، بس دي مكلفة قوي. أنا ما يهمنيش، أنا مستعدة أدفع 1,000,000 جنيه عشان أتعلم. لا بقى، لقيتك فيها تحدي، تفضل مسألة جد زيادة عن اللزوم. إيه في إيه؟ لا أبدا، أنا عندي رغبة شديدة أني أحقق ذاتي في المجال ده، وفي المجال ده بالذات نفسي أتفوق فيه. بس خلي بالك، أنت ممكن توصل اللي أنت عاوزاه، بس تتحولي من عالمة لسيدة أعمال. لا، مسألة التجارة دي مش واردة عندي خالص. كلهم بدأوا زي كده، وأول ما ضربت معاهم نسوا العلم والكمبيوتر واتجهوا للبزنس. منهم واحد اسمه أدهم عز الدين، يمكن تسمع عنه، جوز رولا الممثلة. أهو أدهم ده كان أمل مصر في الكمبيوتر.
شركات عالميه كتير عرضت عليه فلوس كتيره جدا علشان ياخدوه، رفض، البلدي اولويه. وكلها كام شهر صورته المجلات وظهر في التلفزيون، اتجوز واحده مشهوره وحلوه، وبعدها انتهى. بقى همه كل العمولات، يجيب جهاز كمبيوتر ويسوقه، بعدين يجيب جهاز تاني يضرب الجهاز الاولاني. خلاص بقى تاجر ملوش علاقه بالعلم ولا باي حاجه. مالك انت تعرفيه؟ ايوه اعرف. انا اسف جدا، انا زعلان عليه، انا ما قصدتش اهينه والله، بالعكس ده انا مستخسر له اللي هو فيه. هو قريبك؟ قريبي. انا اسف جدا، يظهر ان انا لخبطت في الكلام. لا يا باشمهندس، انت عندك حق في كل اللي قلته عنه. طب هو قريبك قوي يعني؟ جوزي. انا اسف، اسف جدا، بس انا مش عارف اقول ايه.